السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الأولى ضمن الكورس الثاني. الكورس الثاني راح ناخذ اللوبس ستيتمنت. طبعا اللوبس يعني حلقات تكرارية. اللي راح ناخذه الوايل الدو وايل فور، راح نبدأ بالوايل. قبل ما نحكي عن السنتاكس مال الوايل ستيتمنت راح ناخذ مثال بسيط اللي من خلاله تفهمون شنو شغل الوايل واللوبس شلون تشتغل بصورة عامة. رايد سي شارب بروجرام تو برنت النمبرز فروم 35 تو 45 يوزنج الوايل ستيتمنت. بس بغض النظر عن الوايل، اني اذا قلت لكم ضمن المادة المخضية بالكورس الاول اطبعوا الاعداد من 35 ل 45، بالحقيقة لو تجون تحسبوها من 35 ل 45 11 رقم. يعني اني احتاج 11 جملة كونسول دوت رايت لاين حتى تطبع لي من 35 45، يعني كونسول دوت رايت لاين 35، بعدين كونسول دوت رايت لاين 36 الى ان اوصل لل 45. زين اذا اقول لك اطبع لي من 1% تكتب لي 100 جمله طباعيه، اكيد هذا الشيء مو صحيح. اذا اللوبس او الحلقات التكراريه هي راح تحل لي هاي المشكله. راح نجي نشوف شلون راح نحل هذه المساله في برنامج يبسط لي هذا يعني المطلوب من عندي. في البداية راح أبدي أكتب انتجر الـ n يساوي 35. شنو هذا الـ n؟ بالحقيقة هذا الـ n هو عبارة عن عداد. ليش انتجر دائما الكاونتر يكون الداتا تايب إلى انتجر؟ ليش بديته بالـ 35؟ لأنه بالسؤال طلب من عندي أبدي بالـ 35. إذا دائما عندي كاونتر أنطي initial value، أنطيته هنا 35 لأنه بالسؤال طالب من عندي أبدي بال 35 والداتا تايب الى انتجر. طبعا هذا ابسط مثال بالوايل بس تفهمكم يعني شنو حلقه تكراريه. الوايل يعني طالما ال n اصغر او يساوي 45، ليش هيك كتبته؟ طبعا هنا اكو كونديشن، الكونديشن محصور ما بين هذا القوسين. طالما العدد اصغر او يساوي 45 اطبع لي هذا، لانه السؤال رايد من عندي ابدي ب 35 وأصل إلى الـ 45. إذن أنا نقطة البداية هي الـ initial value انطيتها الـ 35 وأريده يتوقف من يوصل الـ 45. إذن طالما العدد أصغر أو يساوي الـ 45 اطبع لي، وهذا المطلوب. begin و end لازم أكو begin و end بجملة الوايل لأنه أكثر من statement. console.writeline الـ n طبعت الـ n هو المطلوب أطبعه على الشاشة. اوكي، والان يساوي ان زائد واحد. ليش سويت ان زائد واحد؟ لان سويت ابديت. لو ما اسوي ابديت للعداد راح يبقى واقف في ال 35 وراح يدخل بانفاينايت لوب، يعني لوب غير متوقف. ليش؟ لانه قيمه العداد راح تبقى 35، يرجع يشيك ال 35 اصغر من 45، نعم يطبع هو هكذا وما يطلع من اللوب، يسموه انفاينايت لوب. وهذا الشيء انا ما اريده يصير. انا اريد يطبع ال 35 وبعدين يسوي ابديت يصير الان 36، وبعدين يصير ويطبع ويرجع يصير 37 ويطبعها، وهكذا الى ان يوصل الى 45 يطبعها ويتوقف. راح نجي نشوف التنفيذ شلون راح يكون. الان يساوي ان زائد واحد، هاي زيته سديت القوس مال وايل، يعني هاي الستيتمنت اللي راح يبقى ينفذها طالما الكونديشن ترو. كونسول دوت ريد لاين حتى يثبت لي شاشه التنفيذ. راح نجي نشوف اذا نفذنا هسه بالفعل طبع الاعداد من 35 الى 45. طبع الاعداد من 35 الى 45. اوكي، هسه خلينا نسوي تريس حتى تشوفون شلون دي ينفذ عندي وشلون دي يشيك على الشرط مال الوايل. بس طبعا ما نسوي تريس على 10 اعداد لانه تاخذ وقت، فنفرض راح نطبع 35 36 وال 37. اذا اوصل الى 37. هنا الشرط ليش خليته 37؟ لانه اريد اطبع بس 3 اعداد. زين، راح اجي تريس احط هنا احط البريك بوينت يم الوايل. راح نجي ننفذ هسه راح يبدي. ايش قد الان؟ 35. تشوفون هاي باللون الاحمر، هاي هنا الفاريبل ايش قد قيمتها الان؟ 35. اوكي، هل ال 35 اصغر او يساوي 37؟ ترو. بالستيب انفو دخل على بلوك اوف ستيتمنت، ايش راح يصير عندي؟ راح يطبع لي اياه لانه ترو، فدخل على البلوك ويزيد لي الان. بالفعل ايش قد صار الان؟
بعد أن يعبر الجملة يلا تشوف القيمة مال المتغير ايش صارت. ايش صارت الآن؟ 36، لأنه 35 زائد 1 36، يجي على الإند. بعد أن يجي على الإند تتوقعون يروح على الكونسل دوت ريد لاين؟ لا، لازم من يوصل للإند يرجع يشيك الشرط. هسه نجي نشوف بالفعل راح على الشرط. هسه الآن ايش قيمتها؟ 36. هل 36 أصغر أو يساوي 37؟ إذا أجي أوقف هنا أشوف ترو، نعم 36 هي أصغر. ما طول ترو، ما طول ترو يدخل على البلوك اوف ستيتمنت الخاص بواير. وين راح يروح؟ يطبع لي ال 36 ويزيدها. 36 زائد 1 ايش صارت؟ بالفعل صارت 37. اذا تشوفون هنا باللون الاحمر مكتوبه 37، وصل للاند. ما طول وصل للاند لازم يرجع على الستيتمنت الكونديشن الخاص بالوايل تشيكه. يرجع 37 اصغر؟ لا مو اصغر، لكن يساوي. احنا اصغر او يساوي تحققت واحده من عندهم، اذا ترو. ما طول ترو يرجع يدخل على البلوك اوف ستيتمنت. اذا بجين يطبع الكونسول دوت الرايت لاين، يطبع لي 37 المفروض هسه اشوفها على شاشه التنفيذ، ويزيد قيمه العداد 37 زائد 1. اذا تتباعون صار ابديت على العداد صار 38. زين هسه الطالب يقول لي هسه هنا راح يطلع يروح الكونسول دوت ريد لاين، لا مو صحيح، لازم يصعد ويشيك الشرط ويشوفه فولس، يلا يروح على جملة الكونسول دوت ريد لاين. وهذا راح تشوفوه هسه بتريس قدامكم، بالفعل راح على جملة الشرط وشيكها. هل 38 أصغر أو يساوي 37؟ مكتوب قدامكم فولس. تشوفون طبعا أكيد 38 هي لا أصغر ولا تساوي. هسه ما طول فولس، هسه يعبر البلوك أوف ستيتمنت ويروح على عبارة الكونسول دوت ريد لاين مثل ما تشوفون. أوكي هسه نشوف التنفيذ 35 36 37. زين بس اريد انبهكم على شغله هنا. هسه شفتوا التريس، شفتوا بعينكم شلون يشتغل اللوبس. اذا طالما الشرط صحيح يبقى يفتر داخل اللوب. اريد انبهكم انه انا هنا الان تساوي ان زائد واحد، اقدر اغيرها؟ نعم، اكتب ان بلس بلس. ان بلس بلس تكافئ لي ان تساوي ان زائد واحد. راح ننفذ، احنا هنا راح نطبع 35 36 37، قلنا راح ننفذ وتشوفون التنفيذ بالفعل 35 36 37. ما حتى تعرفون تريدون تكتبون الان تساوي ان زائد واحد او تكتبون ان زائد زائد، هاي وقت يمكم. راح ننتقل للمثال اللي بعده، الاكزامبل الثاني. ننتقل للإكزامبل الثاني. الإكزامبل الثاني هاي محلول طبعا بالملزمة، راح ننزل لكم اياها على البروفايل. الإكزامبل الثاني رايت سي شارب بروجرام تو برنت النمبرز فروم 45 to 35. هنا يريده بشكل تنازلي، بشكل تنازلي يوزنج الوايل ستيتمنت. نرجع على شاشة السي شارب. زين هنا الانيشال فاليو ما يصير 35، ليش؟ هو يقول لي ابقي من ال 45 اطبعي لي، فلازم ابدي بال 45. زين هنا الشرط لازم اغيره، شلون اغيره؟ انا ال 45 اريدها يوصل الى ال 35، اذا طالما هو اكبر او يساوي ال 35 اطبع لي الان. هنا زياده لا، لازم يكون نقصان، اما ان تساوي ان ناقص واحد او ان ماينس ماينس، يعني اي ناقص ناقص بكيفكم. اللي يريد يكتب ان تساوي ان ناقص واحد او ان ناقص ناقص. إذا هنا ليش بديت ب 45؟ لأن هو بالسؤال يقول لي ابقي ب 45. وطالما الـ N هي أكبر أو يساوي الـ 35، لأن الـ 45 أكبر، إلى أن يوصل إلى الـ 35 ابقى اطبع لي الـ N وبعدين ونقص من قيمة الـ N. لازم ينقص، ليش نقصت؟ لأنه أنا تنازلي، من أريد أشتغل تصاعدي أزيد. راح نجي ننفذ ونشوف التنفيذ. بالفعل طبعا الاعداد من 35 45 عفوا ل 35 بشكل تنازلي. زين هسه اذا ارجع السؤال هو بالبرنامج اريد اغير بيه في التغيير. زين اجاكم سؤال قلت لكم اطبعوا الاعداد من 5 اطبعوا الاعداد الفرديه فقط، بس انتبهوا عليها الفرديه فقط بدايه من 45 الى 35. هذا شلون نحله؟ ما طول هو بدالي بعدد فردي سهل علي الشغل. احنا نعرف الاعداد هي بين عدد وعدد، يعني عدد زوجي ويجي وراء عدد فردي وهكذا. هاي ما تقبل خطا، واحد فردي، اثنين زوجي، ثلاثه فردي وهكذا.
بين عدد وعدد هي الأعداد الفردية. إذا أبدي بالفردي إيش راح أسوي؟ هنا يريد الأعداد، أطبع الأعداد من 45 إلى 35، هاي ما راح أغير بيها. إذن الانيشال فاليو للكاونتر هو هو، صح لو خطأ، والشرط همين أوصل أعدي ال 35 يطبع لي. وين الأبديت يصير؟ الأبديت بالكاونتر يصير، لازم أسوي أبديت بالكاونتر. الان تساوي ان ناقص 2. ليش ان ناقص 2؟ حتى يعبر الزوجي، يعني 45 ناقص 2 43، ناقص 2 41، وهكذا إلى أن يوصل 35. فهنا العداد مو شرط أن ناقص 1 أو أن زائد 1، ممكن زائد 2 ناقص 2 زائد 3 حسب آني البروبلم الداخلها. إذا هسه أجي أنفذ أشوف التنفيذ مالتي، راح أشوف التنفيذ بالفعل 45 43 41 39 37 35، اشتغل لي بين عدد وعدد، بدا من العدد 45 الى حد ال 35، بس اخذ الفرديات. ليش؟ لانه قلت له ناقص 2. اذا انا اذا ابدي بالزوجي واقول له زائد 2 او ناقص 2 راح يروح بس على الاعداد الزوجيه، واذا بديت بعدد فردي وزائد 2 ناقص 2 راح يختار بس الاعداد الفرديه. هاي بديهيه. زين، هسه ننتقل الى سؤال اخر، نرجع على الملزمه، نجي السؤال الثالث. شوي السؤال الثالث أريدكم تركزون معي. راي سي شارب بروجرام تو كالكوليت الافرج تمبرتشر فور 10 دايز. انا عندي 10 ايام اريد اخذ درجه حراره، معدل درجه حراره لعشر ايام. اذا انا احتاج اقرا 10 مرات درجات الحراره. نفس الشيء، هذا الشيء مو منطقي انه 10 قراءات تصير عندي ديجري 1 ديجري 2 ديجري 3 الى ديجري 10. لا، الاسهل ادخلها ضمن لوب واخلي جمله القراءه مره واحده، وراح يفتر 10 مرات، فراح اقراها درجه حراره 10 مرات بستيتمنت قراءه واحده داخل اللوب. زين، نجي على البرنامج. قبل خلينا ناخذ النص مالته، الحل مالته هذا، وننفذه على الشاشه مال البرنامج. هسه راح نبدي. قبل كل شيء، أهم شيء الطالب يتعلم، طلاب شلون يعرف يكتب شرط التوقف. أهم شيء هذا يستنتج من السؤال قبل ما نبدي نحل البرنامج. هو ايش يقول لي؟ طلع معدل لعشر درجات حرارة. إحنا المعدل نعرفه، مجموع الدرجات على عددها. إذا أحتاج أطلع مجموع الدرجات بعدين أقسمها على عددها، مجموع درجات الحرارة وبعدين أقسمها على عددها، راح يطلع لي المعدل. لكن قبلها هو ايش قال لي بالسؤال؟ أوجد المعدل لدرجات الحرارة لعشرة أيام، حدد لي. هذا الشرط، الشرط يستنتج الطالب من السؤال ينحل عند السؤال. الشرط فقط 10 قراءات يريد. إذا أحدد اللوب يفتر فقط لعشر قراءات، أهم شيء أطلع الشرط. في البداية أنا على مود أقرأ درجة حرارة سميت متغير اسمه ديجري، وعلى مود أطلع المعدل عينت متغير اسم الاي في هو افريج، ولي مجموع درجات الحراره هو التوتال، كلها نعذبهم. اكيد درجه الحراره انه ما يبي بها اجزاء عشريه. دائما كنا الكاونتر يكون انتجر داتا تايب له. اذا انتجر الان او، الان او هنا ايش اقرا، ايش اقصد به؟ عدد المرات اللي راح يفترها اللوب، عدد درجات الحراره راح اقراها، صح؟ فهو راح انطيته صفر. انا القيمه الاوليه هنا انطيته صفر. زين، والتوتال ليش حطيته صفر التوتال؟ خلينا نجيب التوتال. التوتال هو متغير راح اجمع به، يعني اقرا الدرجه الاولى اقول التوتال يساوي التوتال زائد الدرجه الاولى. هو التوتال صفر زائد الدرجه الاولى، نفرض 30 درجه حراره، صفر زائد 30 30. نرجع من نقرا الدرجه الثانيه نجمع الدرجه الثانيه ويا الدرجه الاولى القديمه اللي انحفظت بالتوتال، فالتوتال يساوي التوتال زائد الدرجه الجديده عندي اللي مثلا 25 ب 30 درجه الاولى، وهكذا. اذا التوتال هو متغير، أجمع كل ما أقرأ درجة حرارة أضيفها على القديمة، أضيفها على القديمة أجمع كل درجات الحرارة الموجودة. أوكي، هذا التوتال. ليش قيمة الأولية صفر؟ لأنه عنصر المحايد بعملية الجمع هو الصفر. زين، نرجع الآن أو ليش أعطيته صفر؟ أكو واحد يقدر يقول لي ست أنطي واحد، عادي أعطوا واحد. هسه أنا أعطيته صفر، إذا تحسبون على أصابع إيدكم من الصفر إلى التسعة هي 10 قراءات، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قراءات، فحطيته اصغر من العشرة لانه بديته بالصفر، واللي يبدي بالواحد يحط اصغر ويساوي العشرة. ليش؟ لانه بدا بالواحد فلازم يوصل الى العشرة. تريدون كلكم تخلوه هنا يبدي من واحد للسهولة، خلوه يبدي بواحد قراءة الاولى
إلى أصغر أو يساوي العشرة. عشر قراءات، اثنيناتها صحيحة، أبني من الصفر وأصغر من العشرة، أو أبني من واحد وأصغر أو يساوي العشرة. أوكي؟ زين. هاي وايل يعني طالما. أني طالما ما قريت عشر قراءات، شنو اللوب اللي أسوي به؟ أقرأ درجة الحرارة. هنا كونسل دوت رايت لان انترد تمبرتشر حتى سهل لي أفتهم شو يريد من عندي إدخال. فراح أدخل درجة الحرارة هنا أقرأها degree يساوي double dot البارس الكونسل دوت الريد لان هقريت درجة الحرارة. الNO يساوي NO زائد واحد. ليش NO زائد واحد؟ لأنه أنا قريت هسه هاي الدرجة، فالمفروض زيد لي بعد، زيد العداد حتى ينتقل للدرجة الثانية والثالثة والرابعة. لازم أكو أبديت بالعداد بالكاونتر، لازم طلاب الوايل بها أبديت بالكاونتر. من ما تحطون أبديت بالكاونتر ما راح يصير عندكم الحل صحيح، ويصير infinite loop. التوتال اللي راح أجمع بالدرجات، التوتال اللي يساوي التوتال القديمة، إيش قد هي التوتال القديمة؟ صفر زائد ديجري إيش قد؟ إيه راح أقرأها، نفرغ 25 في الصفر زائد 25 راح يصير 25، وين تنخزن التوتال، وهكذا. انتهي هاي بيجين وهاي الاند، راح يبقى يفتر 10 مرات ويقرا 10 درجات حراره ويجمعها داخل التوتال، بالضبط مثل معدلكم مع السادس. من يجي المعدل ناخذ درجه الاسلاميه نحطها بالمجموع، نرجع نضيف عليها درجه العربي، ونرجع نضيف درجه الانجليزي والكيمياء والفيزياء، وهكذا الى ان تخلص المواد. بعدين ورا ما تكملون جمعهم تقسموهم على عددهم. بالفعل هاي العملية هيك راح تتم، هاي البيجن هذا الان. بعد ان كملت الجمع راح اطلع المعدل الاي في يساوي التوتال على 10. ليش على 10؟ لانه اي معدل هو مجموع الدرجات على عدد الدرجات. هنا اطبع المعدل بجملة طبيعية اعتيادية. هسه لو نجي ننفذ، هسه يريد من عندي انتر تمبرتشر مثلا انطي 30، عفواً هنا 30 31 33 29 32 31 28 27 30 32 الأفرج طلع لي 30.3. أوكي هسه نريد نرجع على البرنامج نسوي فد تريس بسيط، بس طبعا زحمة التريس 10 أعداد. نسوي تريس مثلا نقرا 3 درجات، فهنا بدأ بواحد، إذا 3 درجات أصار أو يساوي لثلاثة، فواحد واثنين وثلاثة راح ياخذ. راح نجي نبدي تبهوا على أهم شيء هذه المتغيرات اللي عندي، القيم اللي قدامها الدجري 0.0. ليش؟ لأنه هي نوعها دبل، فجزء للعدد صحيح وجزء للعدد العشري، والأفريج التوتال وهكذا. الـ NO يساوي لي واحد فقط، الـ NO منطى جزء عشري. ليش منطى جزء عشري؟ لأنه عرفت انتجر. هاي كلش مهم تنتبهون عليها. هسه بدينا يبدي الـ NO واحد قيمته، التوتال صفر. هل الـ NO أصغر أو يساوي ثلاثة؟ نعم. راح نبدي بالستيب انفو شي أريد من عندي انتر تمبرتشر، يطلب من عندي قراءة، راح أنطي مثلا 30 درجة الحرارة انتر، راح يرجع على البرنامج. أوكي الـ NO يساوي NO زائد واحد، شقد صارت؟ صار 2. التوتال يساوي التوتال زائد ديجري، التوتال القديم ايش قد؟ صفر زائد 30، المفروض يطلع التوتال 30. بالفعل التوتال هنا اذا تشوفوه بالاحمر تغير 30، اجى للاند، ما طول اجى بالاند، لازم يرجع يشيك على الكونديشن. رجع على الكونديشن، هسه هل الاثنين اصغر او تساوي الثلاثه؟ ترو، نعم الاثنين هي اصغر. ما طول ترو يدخل على البلوك مال الخاص بجمله الوايل. هسه انتر ذا تمبرتشر يطلب من عندي قراءة، راح تظهر عندي شاشة التنفيذ، يطلب من عندي قراءة مرة أخرى، راح أعطي مثلا 29، راح أعطي 29، يرجع على شاشة البرنامج، زيد الـ NO مرة اللخ،
زيد الـ NO مثل ما تشوفون ايش قد صارت الـ NO 3 والتوتال ايش قد صار بي 59 يعني 29 زائد 30 59. زين يجي على الـ AND راح يرجع يشيك على الـ condition مال وايل، يرجع يشيك هو ايش قد 3 3 اصغر او تساوي 3، ها 3 تساوي، ما طول ترو راح يدخل على بلوك اوف ستيتمنت راح يبدي كونسل دوت رايت لاين انتر التمبرتشر يطلب من عندي قراءه. ايضا اجي هنا اشوف يطلب من عندي قراءه، هسه ايش قد انطي اللي تكون درجه حراره 27. رجع على شاشه البرنامج هسه ايش قد التوتال صار؟ صار التوتال عندي 86 وزيد الان هو ايش قد صارت 4. هسه على بالكم راح يطلع من اللوب؟ لا، اول يشيك، لازم يشيك، يلا يطلع من اللوب، لازم يصير فولس. هسه 4 اصغر ويساوي 3 فولس، ما طول فولس، هسه يلا راح يطلع خارج اللوب. الاي في تساوي التوتال على 10. اوكي، التوتال ايش قد هو اللي هو 86؟ هنا كتبناه على 10، المفروض نحدثه على 3 لانه صارت 3 درجات حراره، فاكيد راح تطلع عندي النتيجه مو بالشكل اللي اريده، بس المهم انه تعلمنا اللوب شلون يشتغل، هاي اهم شيء عندي. اني كلش مهم الطالب يتعلم شلون شلون يسوي تريس، حتى من تواجهه مشكله يدخل بانفاينايت لوب تطلع القيم عنده مو مضبوطه يرجع يعدله. هاي بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم، عندنا 2 هوم وورك، هاي الهوم وورك راح نتناقش بيها ونحلها بالتفصيل على محاضرتنا القادمة بإذن الله يوم الاثنين على الزوم. أوكي، شكرا لحسن الإصغاء وفي أمان الله.